طبعا اليوم دخلنا في سلسله النحو والصرف، هذه السلسله الاخيره والله سيري الاخيره. اذا عندنا اعراب الجمل هي الدرس الاول، ومن بعدها نعود اعراب المفردات. اعراب الجمل يا جماعه مش عندنا، عندنا الجمل التي لها محل من الاعراب والجمل التي ليس لها محل من الاعراب. مستحيل تجي البكالوريا بدون هذا السؤال، كشف. اذا باش نبدا، نبدا بالتي لها ولا التي ليس لها؟ شو قلنا هذا؟ ليس لها. ليس لها سهل. نبدا بالصعيب خير. نبدا بالصعيب افضل. اذا نبدا بالجمل التي لها محل من الاعراب. اذا الجمل التي لها محل من الاعراب عندنا جمل لازم نقراهم مع بعضهم، اللي هما الخبر، ها؟ واقع خبر. الحال، الواقع خبرا، الواقع حالا، والواقع صفة. الواقع صفة. طبعا علاش لازم نقراو هذو الثلاثة مع بعضهم؟ لأن هذو الثلاثة، يعني هذه ثلاث جمل تشترك في شيء واحد، معناها يعني باش نفرقوا بيناتهم لازم ندققوا شو، لأن هذه ثلاث جمل تشترك في شيء واحد، أنهم في ثلاثة عندهم عائد. كيفاش عندهم عائد؟ معناها الجمل تعود ترجع إلى الخلف، معناها الخبر عندها مبتدأ تخبر عنه، الحال عندها صاحب الحال تبين هيئته، الصفة عندها موصوف تصفه لنا، فاهمين؟ إذا هذه الجمل كلها عندها عائد ترجع إليه، متفاهمين؟ صح. دونك الآن كيفاش نفرق بيناتهم الخبر والحال والصفة؟ من خلال الأمثلة رايحين نفرقوا مباشرة. صح، الله تعالى يقول، أعطيكم مثال أول، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. حنا نكتبوا وجاء من أقصى المدينة، عفوا هذه هنا، رجل يسعى. دونك الجملة اللي راحين وراها هي هذه، متفاهمين؟ هذه الجملة اللي راحين نخدموا عليها. صح. الجملة الثانية آية أخرى يقول الله تعالى، ركز معايا، الله يحكم بينكم يوم القيامة. الله يحكم بينكم يوم القيامة، الجملة الثانية وراها هي يحكم. الجملة الثانية يحكم. الجملة الأخرى والأخيرة، الله تعالى يقول ولا تقربوا يا أيها الذين آمنوا تقربوا الصلاة، ها؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الصلاة وأنتم سكارى. إن الجملة تاعنا وين هي؟ هي هذه، عفوا، عفوا على النسق، هي هذه الجملة. نزيدوا جملة أخرى أخيرة لحاجة في نفسي، معناها باش عندنا مثال نلحقوا بها. صح. رجع الطفل ملابسه ممزقة. صح. احنا دوكا راح نقراو القاعدة قبل ان نديرو في الجمل. القاعدة تاعنا شو تقول؟ القاعدة شو تقول؟ احنا اللي فات قلنا جملة عندها عائد، اذا مادام الجملة عندها عائد احنا شكون اللي نركزوا عليه وشكون اللي نشوفوه؟ نشوفوا هذاك العائد لانه هو اللي يتحكم في الجمل. صلوا على رسول الله. صح. يسعى، شكون يسعى؟ شكون يسعى؟ رجل. ممتاز. اذا يسعى هو الرجل. صافي، حنا السياق رانا نحتاجوا هذا الرجل، مهم جدا تحديد العائد، لانك اذا ما حددتش العائد انت اصلا كان تفكر تلقى الجمله ترجع معناها خبر ولا حال ولا صفه. والخبر رانا ما نهضروا عندنا على خبر ما، نحن نهضروا على خبر، خبر لمبتدا، خبر لكان، خبر لإن، معناها هذه أشياء مفروغ منها، معناها سهلة بسيطة. صح. الله يحكم، شكون اللي يحكم؟ الله. الله، ممتاز. صح. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، على من ترجع؟ على ضمير مستتر تقديره ماذا؟ تقديره أنتم، صح ولا لا؟ رجع الطفل ملابسه ممزقة، على من ترجع؟ ترجع الطفل، ممتاز. إذا تحديد العائد يا جماعة شيء مهم جدا وأساسي. لما تحدد العائد نتاعك راح تعتمد على التقنيه التاليه، معناها راح تجرب. اذا كان العائد نتاعك، شوف معايا، العائد اذا كان العائد، العائد مبتدا، اذا كان العائد مبتدا، اذا كان العائد مبتدا، ركز معايا استاذ، ما نعرفش المبتدا. مبتدا هو اسم في بدايه الكلام، اسم في بدايه الكلام. صح. مبتدا، المبتدا وش يحتاج يا جماعه؟
مبتدا وش يحتاج اوتوماتيك موتيف. اذا الجمله نتاعنا الجمله راها خبر ممتاز صح جميل جدا. اذا كان لو ان الافضل نكتبوها الفوق هي خير. شوف نكتبوها هنا افضل. اذا كان العائله مبتدا فالجمله الجمله شنو خبريه. اذا كان هذا العائد مبتدا الجمله هذه بين قوسين راه خبر. اذا كان العائد غير مبتدا ولا غير مبتدا مش مبتدا نشوفوه هو العائد. اذا كان مش مبتدا نشوفوه. اذا كان نكره ولا كان معرفه. اذا كان نكره الجمله تاعنا راها صفه. اذا كان معرفه الجمله تاعنا راها حال. صلوا على رسول الله. يلا نجرب هذه الجملة على ما ترجع؟ يقول لي أستاذ ترجع على رجل، ممتاز. معناها لو فات رجعت، ما دام رجعت راها خبر ولا حال ولا ماذا؟ صفة. صح، الرجل هذا مبتدأ ولا ماهوش مبتدأ؟ يقول لي أستاذ ماهوش مبتدأ، صافي الاقتراح الأول ما يصلحش. إذا نرجع للاقتراح الثاني، العائد هذا نكرة ولا معرفة؟ بسيطة نكرة إذا الجملة تاعنا شي؟ صفة. ما دام صفة، الجملة تاع الصفة تتبع لهم الموصوف لازم ما نقدرش نقولوا في محل نصب ولا رفع ولا جر صفه لان الصفه تبع موصوف رجل صافي هذه جمله ماذا؟ جمله الان اخرى داخل القوس فعليه ولا اسميه؟ داخل القوس داخل القوس فعليه ممتاز جمله فعليه في محل ماذا؟ في محل رفع صفه خير الدين راك تتساءل على بالي واش راك تتساءل صفه ولا نعت خير الدين يقول كيفاش عرفناها من محل رفع صفه؟ علاش في محل جر صفه؟ علاش ماشي محل نصب صفه؟ لماذا؟ لان الموصوف لان الحال هاو ديما منصوب الخبر هاو ديما مرفوع صح ولا لا؟ بصح الصفه لازم نرجعوا للموصوف صح جميل جدا. نذهب الى الجمله الثانيه الله يحكم لم ترجع الله ترجع الله جميل جدا الله مبتدا نجربوا الخيار مبتدا ولا مش مبتدا الله مبتدا وش يحتاج يا جماعه؟ اذا جمله خبريه فعليه ولا اسميه نزول داخل القوس نشوف داخل القوس اذا راح نقول مباشره اذا هي جمله فعليا في ماذا؟ في محل ماذا؟ رفع خبر داعش خبر للمبتدا الله ممتاز لانك لو كان ما تبينش خبر للمبتدا يعني كاين اشكاليه لازم نقول خبر للمبتدا الله والخبر كان والخبر ان وغير ذلك متفاهمين؟ صح ننتقل الى الجمله المواليه لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى جمله هنا تعود على من؟ على ضمير مستتر الله تعالى يقول وجاءوا اباهم عشاء ان يبكون يبكون هل يعلم شكون؟ بصح مش مذكورين هنا تعود على ضمير مستتر صح ولا لا؟ القاعده واش تقول؟ اي جمله تعود على ضمير مستتر حال فهمت؟ ديما ديما اي جمله تعود شرط ما يعودش يبقى موجود هنايا هنا ولا غيره ولا فوق فهمت؟ وجاءوا اباهم عشاء ان يبكون كاين اخرى يقول لك بعد المعارف تعود وبعد المعارف صفات يا جماعه هذا امر خطير بعد المعارف بحيث نشوفوا على من ترجع المعرفه هذاك اللي رجعت عليه مثلا تقول لي وجاءوا اباهم عشاء يكون التلميذ الذكي يعرف اللي يكون هذه راها مجمع علاش؟ قال الاستاذ حيدون واش قال لي؟ قال لي القاعده تقول بان يكون ترجع على من؟ على 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 ضمير مستتر وبالتالي ماذا رجعت على ضمير مستتر فهي حال التلميذ اللي ماهوش ذكي واش يقول؟ بعد المعارف الاحوال وبعد النكرات الصفات اذا هذه جمله صفه علاش تلبس انت واش دخل عشاء هذه اصلا واش دخلها لي هذه لا علاقه لها بها ما تاثرش فيها ما عندهاش علاقه بها اصلا فاهمين الامر كنقول لك ماشي عائل كان مثلا نقول لك وجاء رجل تخيل معايا رجل هنا وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى يسعى متولي هنا تولي لازم في المدينه صح ولا لا؟ تقول لي بعد المعارف احوال نقول لك علاه تقول لي يسعى قدامها المدينه والمدينه معرفه لا يجوز واش دخل المدينه في يسعى الرجل هو اللي يسعى فهمت المساله فهمت واش لازم هنا باش نقولوا بعد المعارف الاحوال وبعد ما كانت الصفات على من ترجع الجمله وهو الاساس في ذلك فهمت صلوا على رسول الله اذا هذه جمله فعليه والاسميه اسميه اسميه جميل جدا لان الضمائر تعتبر من الاسماء اذا جمله اسميه في محل نصب اسميه في محل نصب ماذا؟ حال صح رجع الطفل ملابسه ممزقه ملابسه ممزقه شكون هو؟ شكون هو؟ طفل ممتاز صح طفل ممتاز صح ممتاز اذا هنا طفل مبتدا لا مش
هذا السنة بعيد سنة مبتدا مش مبتدا. علاش أنا علاش نقول لي علاش درت لكم تاع الضمير المستتر؟ راه تاع الضمير المستتر ما صحش أنا. ما كان الضمير المستتر. التلميذ الأقل ذكاء واش يقول؟ يخسر الصلاة. بعد المعارك الأحوال. بصح قصر رجعت هنا، راك ما تقصر الجواب، معناها أنا جات صار. طلع على صغيرة. إذا جملة فعلية ولا إسمية هنا يا جماعة؟ إسمية. جملة إسمية. في محل ماذا؟ الطيف الآن، الطيف المعرفة والله نكرة يا جماعة. معرفة جيدة إذا جملة حال. جملة إسمية في محل في محل ماذا؟ نصب حال. نصب حال، ممتاز، وهو الأساس. هو الأساس. الآن إحنا الشيء اللي لازم نفهموه هو هذه القاعدة. هذه أهم قاعدة وين؟ قاعدة الخبر والحال والصفة، وإحنا قلنا بأن الخبر خبر لمبتدأ، خبر كان، خبر إن. بما أستاذ عبد الساقسي تقول كنت تقول كان، تقول خبر كان. كنت تقول إن، تقول خبر إن. ما هي أخوات كان؟ كان صار ما توقعش المعدة يعني مشهورين يعني كان صار بات وليس ما زال مقطع منطقة وغير ذلك طيب إن شاء الله نهضر عليهم إن وأخواته هل هي الحروف المشبهة إن وأن ولكن وليس ولا علا وكأن متفاهمين وبالتالي معناها مثلا كي تدخل إن راه تولي خبر إن كي تدخل كان راه تولي خبر كان لأن هذا أمر معروف مفروغ صلوا على رسول الله ننتقل إلى الفكرة الموالية ونقول لكم ما هذا الآن بقاو لنا جملتين بقاو لنا شحال جملة جملة قالت لنا جملة المضاف إليه وإجمع المضاف إليه المضاف إليه يمكن أن نقول عنها أنها تأتي بعد الظروف تأتي بعد الظروف تأتي ماذا؟ بعد الظروف بعد الظروف بالصح يا جماعة الظروف لازم تكون منصوبة ومبنية على تكون ظروف مبنية على الفتحة فيها فتحة لأن الظرف إذا كانت ما فيهاش فتحة ما يوريش أصلا هو ظرف قال نلتقي بعد يوم من هل يوم ظرف مش ظرف ها مش ظرف هي مش ظرف لأن الظرف الأساس فيه لازم يكون منصوب صلوا على رسول الله مثلا نلتقي بعد أن نصلي المغرب هذه الجملة هذه يا جماعة مش كاين قدامها بعد بعده زمان ممتاز بعده هو ظرف ظرف زمان جميل فاهمين وبالتالي هنا احنا كتبنا قدامها ظرف معناها الجمله تاعك نراها ظرف الان في التطبيق راه يبان كل شيء سهله وصغيره وشكون اصمت ظرف قادر تتلاقى به في حياتك ايديولوجي بزاف ديرونجي الناس قدامك بزاف هنا ايدين هاو ظرف لاصق فيها معناها ما تحتاجوش ظرف اذا سيتوها إذا كنت نلعب فيها هل نقول إنها ظرف فيما يستقبل من الزمن إذا درست نجحت قلنا بأن إذا هذه ظرف والجملة اللي بعدها أوتوماتيكمون جملة ها فعلية في محل في محل جر مضاف إليه في محل جر مضاف إليه ممتاز صح ننتقل الآن إلى جملة مقول القول جملة ماذا؟ مقول القول أو جملة إذا جاءت جملة جواب شرط جملة جواب شرط لا محل لها من الإعراب هذه نقراها فينا معاك جملة مقول القول مش عندنا جملة؟ مقول القول يجمع جملة مقول القول هذه تأتي بعد أفعال القول يقال أن هناك أفعال القول أخرى ذكرى وأوحى وأصدرى فهمين ولكن لم تأتي بكرة غير مفرد احنا نحتاج فعل القول ولها محل من الإعراب لها محل من الإعراب في الحالتين هذا الله عقد معنا لكن يقول جملة ما هذا المقول قول لا محل للإعراب فادح طب إذا كان فعلا تانا قيل ولا يقال من مغير سلام وقادم يكون الفعل في التعرف قال والله يقول كيف لك قال يقول يقولون قلتم قولي قل كذا يعني مبني للمعلوم وهذا مبني للمجهول إذا كان الفعل التعرف مبني للمجهول أوتوماتيكمون الجملة التعرف في محل رفع نائب فاعل على سبيل المثال قيل البستان جميل قيل البستان ماذا وراء القول وراء القول من يبدا القول هذا هي القوله هاي وراءها اذا جمله اسميه في محل رفع نائب فاعل استاذ
هناك يعني من يقول أنه ليس هناك جملة ثانية فعل. الجملة المصدرية قادر يكون أي حاجة. صح في الإعراب مثل يقول جملة مقرر قول لا إعراب. هذيك خطأ فادحة. جملة مقرر قول لا محل من عرضها من أخبار الشائعة. أمين. أستاذ مثلا نعطيك قيدة ودخل بعد أسبوع كان أو إن كيف قيل قيل مثلا قيل كان النجاح يبهر الآخرين مثلا وهذا سيجمل مين فد الجملة؟ إذا كان الجملة هنا معقول الضبط هي اسمية هي معنى إذا كان هذه الجملة يبهر هاي خبر كان مثلا شوية ذكاء برضه صح هنا ايش تقول لك اذا كانت الجمله تاع كنا قال يقول هنا تقول لي جمله في محل نصب مفعول به نصب مفعول به لو قد كنا قد تحدثنا سابقا مش قلنا قلنا مثلا قال محمد البستان جميل وهذا قوله وضع يا جماعه قوله هاي وضع احنا لازم نحدد القول بمعنى اذا كان الفعل مبني للمجهول قيل ولا يقال ما كانش قيل مبني للمجهول فاهم؟ كان يقول لك قال البستان جميل مبني مجهول ولا مش مبني مجهول؟ قال مجهول تبان لك بعض المجهول كيقول الاستاذ قال هو ما كانش فاعل صح؟ صح يا جماعه الفاعل الامر المستقبل تقديره هو صح ولا لا؟ صح شوف يا جماعه قال ذكر ولا انثى؟ ذكر ولا انثى؟ ذكر مجموعه ولا واحد؟ معروف معروف ذكر واحد صح هنا قيل ذكر ولا انثى؟ لا هوش معروف بزاف ولا مجموعه انت مفرد موش معروف بصح حنا لا تقدر قالت عرفت بلي مفرد غائبه بصح قيل ما نعرفش صلوا على رسول الله هل يمكن ان ياتي مفعول بسياق اخرى مفعول به نعم قادر يجيك سياق اخرى غير المقول القول قادر يجيك بعد افعال اليقين والعلم كما علم عرف شك خال زعم قادر يجيك المفعول الثاني وما اخوات ظن هذه تقريبا اغلب الحالات اللي تجي حتى افعال القدره هذه افعال القدره هي ما كانش منها قال درت لها هذا الاسم هي ما كانش شنو قبل شنو قال فيه افعال القدره كما قادر زيد تمكن زيد استطاع هذه متعديه سميناها افعال القدره على كانها تصب في هذا السياق مثلا إذا مفعول به قادر يجينا على صيغتين، يجينا مقول القول والله يجينا وشين؟ بعد افعال اليقين بعد افعال اليقين ولا اخوات ظنا ولا اسما. الآن راح ننتقل إلى التطبيق. نعطيكم مثال التطبيق. صح، تبع معي. تبع معي. التطبيق يظهر الآن على الشاشة. رجع الطفل إلى البيت وهو مسرور، يا جماعة وهو مسرور لم يرجع. ما لقيتهاش؟ رجع الطفل الى البيت وهو مسرور يعني هذا الجدول اللي في الاسفل هذا هو جدول نقدروا نديروا منه شويه كوبياج نديروا شويه كوبياج معناها كي تذهبين نرجع لمن الجدول كنا فيه القاعده خلاصه الحوصله هنا هذا جدول مساعد رجع الطفل الى البيت وهو مسرور لم ترجع وهو مسرور اذا جمله في محل نصب حال جمله اعراب كامل جمله اسميه في محل نصب حال ممتاز قيل ان الامتحان سبب جملة اسمية في محل رفع عن فاعل صح تقول جملة اسمية نقول القول في محل رفع عن فاعل من الصحيح أنت أم هو كلاكما صحيح معناها أستاذ أحمد سقسي هل يمكن الاستغناء عن كلمة نقول القول نعم يمكن الاستغناء عنها عادي ولا مشكلة صح البستان ظهوره جميلا خبر جملة اسمية في محل خبر طب خبر لي ومبتدا مستمر ممتاز جميل كان الأب يصلي هذا كان في الماضي الأب فاعل يصلي ما له شيء كان في الماضي الأب فاعل إذا يصلي ترجع خبر بي كان ما تحشى جوشة إذا خبر كان ولكن أستاذ أنا لا تذهب لي في خبر كان طوك خبر كان في محل نصب ولا خبر كان في محل رفع نعطيك بعد الحاجة الجو بارد وديرها في راسك دخل عليها كان كان الجو بارد خبر كان منصوب هذه الجملة ديما تستي بها باش أكرمش تستي بها هذه النب تستي بها كان صح إذا جملة فعلية في محل نصب ما أظن الشباب يتخلفون
الفعلية في محل النصب. فعرفت المفعول به، علاش ماهيش حال؟ حكي رجع على الشباب يا جماعة، شوفوا يا جماعة الشباب يتخلفون. ممتاز، علاش؟ لأن ظن تقلب المفعول به. شكون يقلب؟ عفوا، ظن المفعول به يقلب الحال. من الأولوية لمن؟ هل المفعول به أم الحال؟ المفعول به لا، صح. بين أضلاعنا قلوبا تعشق. تعشق علم درجة. قلوبا. جيد جدا. واحد واش قال لي تعشق ترجع على أضلاعنا. يعشق من أضلاعه. تعشق من أضلاعك مثلا؟ تعشق واش قلنا؟ قلوبا. قلوبا، إذا يلا تعشق. هي صفة. صفة في محل نصب. رجع عطف الملابس ممزقة. فنان. خلاص فنان هذه، أنا جار اسمع منها إذا. خبر. خبر. يقولون ليلى في العراق مريضة. مفعول به. مفعول به، الله يبارك يا شباب شوي. قيل أن هناك حملة نظافة. نايم فاعل. ممتاز. هذا يوم لا ينطقون وأنتم لا تنطقون. هو ربي سبحانه وش قال؟ هذا يوم لا؟ وأنا متأكد أنكم لا تستطيعون النطق في هذه الجملة. ربي قالها خلاص انها مضاف إليه. علاه مش مضاف إليه؟ مش منصوب. ممتاز، لأن الطرف مش من؟ منصوب. لا ينطقون، شكون يا جماعة؟ هم. إذا الجملة حال. ممتاز، فهمت النظرة مثلا؟ شفتوا لاسيس وراها؟ جيد جدا. شكون الطرف الوحيد اليتيم اللي مرفوع؟ مش مرفوع، مبني على الظن. لكن نقول ضعف أنه مش منصوب، منصوب لأنه أنه هو أصلا منصوب لكن مبني على الفتح. نقول من الضعف الوحيد اللي مبني على الضم أي ننتزل لكم يبدأ بحرف الحاء يخلص بحرف التاء. حيث في الوسط حرف الياء. حيث فهمت مثلا ما تبغاش؟ إذا حيث هو الضعف الوحيد اللي اجلس حيث تجد مكانه. أنا أنا غلط، ما تقدرش تقول الشيء مبني على الضم. صح؟ ثم غلط استاذ. ثم يعني ثم ترى ثم ثم وش تقصد بها انت ثم مكان قصدك هيك قادر انت يا ثم ما تقصدش بها مكان تقول لي مش ضعف راك انت وقصدك لو كنت تقول واحد حلق النسر عاليا عبد عاليا ضعف مكان لان عاليا مكان صح ولا هي فوق صح هذا يقول لك عاليا ما يمشي مش ضعف مكان هذا حال كيف حلق النسر عاليا انت يا دوك ترجع لك انت واش تقصد هنا فهمت مثلا مش صلى على رسول الله اذا رايت نيوب الليث بان لا خير في قوم تذلك رانهم فعرفت سيدا في محل ماذا جر ونصب ورفع لا خير في قوم في محل جر في محل جر الصفه لانها ترجع لمن على قوم طيب فهمت فهمت يا جميل اذا رايت نيوب الليث بان زاد ما في ليث في محل جر جميل جدا ان الله يدخل في رحمته كيف كيف ها جمله في محل محل رفع خبر خبر لان قالت الكبرى اتعرفنا الفتى سيد مشهور قالت الكبرى اتعرفنا الفتى قالت الوصلى هذا عمر مفعول به في محل نصب واقعا يغضي حياء من مهابته فلا يكلم الا حين يبتسم حال حال واضح حال الله يبارك فيك صح حال 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 ممتاز حال هنا كمل صعب انتي حال ضغط عليا ولا كيف؟ ضغط يا بينا نعم لا لا يقبل الجيك لا ما يقلبش ضغط يا أمنا إذن يصب إذن هنا بمعنى حين ابتسامته كما رجعوا على الأصل تاعها إذا ضغط إذا مضاف إليه مجرور جملة في محل جر مضاف إليه أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم تشقون كما قد ذكرنا الحل كان القمر يظهر ويخفى كان خبر خبر صح الله يحكم خبر خبر جيد هذه خبر كما تقول جئت والشمس مشرقة هنا وقعت في المنسى دونك هي المشكلة ما هي مبتدا ما هي خبر ما هي مضاف اليه هنايا باش نتاكدوا كي نلقاو جمله تبدا بواو واو داخل القوس عندنا واحد الفكره نقدروا نديروها اذا قدرت تنحي الكلمه الاولى ودير في بلاصتها ضمير وشنو الضمير اللي تعوض عنه الشمس؟ ولا كلمه داخل القوس اسمع كي تلقى داخل القوس راه عندك راها مش لازم ها مش لازم بصح يعود عندك شكوك بلي راها واو الحال يعود عندك شكوك باش انت تكونفيرم بلي واو الحال راه ماهيش واو الحال واش دير؟ نحي الكلمه الاولى عوضها بالضمير الشمس باش وهي مشرقة اذا واو الحال اذا تعوضت لك الضمير فهي واو الحال اذا ما تعوضت لكش الضمير
أكبر أربعة عندي وفاتك. طفرت فيك. صح صلى الله عليه وسلم. قد نخلق معنا قليلا. إذا نكون هنا قد وصلنا إلى نهاية الدرس. نلتقي مجددا والسلام عليكم ورحمة الله.